بسؤال عن فضل صيام يوم عاشوراء، وما هي السنة في صيام هذا اليوم؟ هل يصام، هل السنة صيامه لوحده أم صيام يوم قبله أو يوم بعده؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المراد بيوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو يوم فاضل نجى الله جل وعلا فيه موسى عليه السلام من فرعون، وقد صامه موسى شكرا، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عن صيام يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر به سنة. وفي آخر سنة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن بقيت إلى قابل لا أصومن التاسعة، يعني مع العاشر. ومن هنا فإن صيام يوم عاشوراء من الأعمال الصالحة التي يرجى ثوابها، والتي تكون من أسباب مغفرة الذنوب، وتتحقق السنة المثلى في هذا الباب بصيام اليوم التاسع واليوم العاشر. ولا حرج على الإنسان في أن يصوم اليوم العاشر وحده، واليوم العاشر هو يوم الاثنين القادم، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر للجميع صيامهم. آمين. ولا يشرع للناس عبادات أخرى غير أن يخص هذا اليوم بالصيام، يعني بعض الناس يخص ليلته بقيام، وبعضهم يخصه بإظهار الفرح والسرور، وبعضهم يجعله موسما للحزن وإلقاء اللائمة على النفس، وكل هذه الأمور ليست من الأمور المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحبته ولا عن أهل بيته. ولذلك فعلى الإنسان أن يلتزم بالسنة ويتقيد بها، وأن لا يخرج عن ذلك.